حديث أكثروا من قبل أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة، حتى إن الملائكة لتحصي فتكتب لكم من الدرجات عدد ما قبلتم ما بين الدرجتين، يعني قبلتم أولادكم، لتحصي فتكتب لكم من الدرجات عدد ما قبلتم ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، حتى إن بعض أهل السنة أدرجه في ضمن الأحاديث الموضوعة كما في تذكرة الموضوعات وكما في تنزيه الشريعة. وبه محمد ابن القاسم الطيكاني، وهو ممن يأتي بالأخبار العجيبة، حتى ذكره ابن حبان في المجروحين وقال روى عنه أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، فكيف الاشتغال بروايتها؟ قال ويأتي من الأخبار ما تشهد الأمة على بطلانها وعدم الصحة في ثبوتها، ليس يعرفه أصحابنا وإنما كتب عنه أصحاب الرأي، لكني ذكرته لئلا يغتر به عوام أصحابنا، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح عنه، فيجب الحذر من نشر مثل هذه الأحاديث المكذوبة، والتي ربما أن هذه الأحاديث سواء كان هذا الحديث أو ما يشابهه ربما أنه يسوق له ويروج له من قبل أهل البدع من الرافضة ونحوه. ولنا في الأحاديث الصحيحة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقبيل الأولاد ما يغني عما ذكره هؤلاء. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتقبلون الصبيان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال فوالله ما نقبله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وما أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. ومعنى أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أي لا أقدر أن أجعل في قلبك الرحمة إن كان الله قد نزعها منه، يعني من قلبك. والأحاديث في تقبيل الأولاد مذكورة في كتب السنة.